باغ اكزومبل ممكن كنستعملوا هاد الميكرو ميجا اللي سبقنا شفناه في الموجات بعد استغلينا شي شويه في الموجات كذلك ولادي حتى هنا في الكهرباء اون بو الفير بالنسبه لينا نمشيو للفيزياء اللي هو السيميلاتور هنا كانت عندنا لي زوند هادو لي زوند وهنا عندنا الكهرباء الكتريسيتي هنا كتلاحظوا الداره ديالنا هذه الداره بحالها هذا مولد هنا مولد عندنا هاد اخ ا وهنا قطع تيار عنده موضعين وعندنا المكثف هنا نعاين التوتر او سي بين مربطي المكثف كان في الموضع رقم واحد غتكون عمليه ديال الشحن ياك هنا ندي اخ ان شوفوا مزيان غير باش ما نكونوش هنا هنا اكسبري عاوتاني هنا في الداره هنا كاين جوج ديال المقاومات وحده لما يكون كاف الموضع رقم واحد نتعاملوا مع اخ 1 ياك ولما تكون كاف الموضع رقم جوج نتعاملوا مع اخ 2 حنا لا سيدي درنا غير وحده حنا عندنا غير وحده هذا بالنسبه هنا في هذا الشكل ولادي عندي اخ 1 وعندنا اخ 2 نوضعوا قطع التيار كاف الموضع رقم واحد تبعوا معايا مزيان اخ 1 هما لي فالور هنا هي 6 فولت اخ 1 33 اوم و سي 220 ياك بالنسبه لنا خلال عمليه الشحن وندرو لا بوزيسيون ا كتلاحظوا على انه كيبقى يصعد 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 حتى يوصل القيمه 6 وغيبقى لنا ثابت بحال الشكل اللي كان عندنا حتى حنا اكزاكتومون غير باش الواحد ان اللي ما كانش هذا راه ضروري خصني ما خدمتش راه ضروري غنخدم بعدا بحال بحال نسيب عليا إذن هذا اللي هو او سي كيوصل لستة غير هنا باغ اكزومبل نقدروا نغيروا ولادي هنا وصل لستة ياك جو بو بيان غوفيغ ونبدل في عود ستة وبقى لنا ثابت فوقاش كيبدا هنا تقريبا النظام الانتقالي النظام الانتقالي من هنا ياك النظام الانتقالي حتى لهنا شحال تقريبا ولادي هنا 44 ملي سكوند ياك 44 ملي سكوند شحال طو حسبوا لنا الطو ديال هذا يلا بالخف الطول اللي هي ثابته الزمن ديال هذا واش غادي ديروا؟ هي اخ ان في سي اخ ان في سي يلا حسبوها لي شحال تما ملي سكوند ياك وحنا لقينا هذه قلنا ولادي هذه تقريبا هذه شحال هي تقريبا 44 شحال فيها من طول؟ 44 هذه هذه بليتو شوفوا لي هذه 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 هنا اللي وصلت 6 هذه هادي شحال فيها 36 هادي ياك شحال فيها من طو واه شحال فيها من طو 6 هادي 36 شوف هادي هادي ولدي هادي هادي 36 36 الاولى شحال فيها من طو لا قسم 36 على 7 تعطينا تقريبا 5 5 طو هادي 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 لا بروميير لا بروميير 5 فاصلة يعني تقريبا 5 طو هنا ثاني باش ما ننساوش على ان المده ديال الشحن المده ديال الشحن غتكون دائما 5 طو المده ديال الشحن دائما 5 طو يعني الا بغينا نحدو عاوتاني 5 طو غنشوفوا المده ديال الشحن غادي نقولها من بعد في النظري على ان دلتا تي اللي هي مده الشحن كتساوي 5 طو دائما عندنا 5 طو إذا غيرنا ولادي حنا غنعقلوا غير مزيان حنا بالنسبة لهذا المدة ديال الشحن هذه لا بروميير هذه الدرجة الثانية قبل لا فون ديرنيير هذاك هو بالنسبة ليه لا شارج نغير ولادي إذا خديت مثلا هنا غادي ناخذ شرف باش نبينوا على أنها ما كتعلقش ولدي بالأو ياك ولي باش ناخذ 6 ناخذ 12 باغ إكزومبل يا مالك اثناش فولت اون غوفي لا ميم شوز هنا غيصعد حتى الفين حتى الاثناش صافي الطو ديالي فينا هي خمسة طو هنا خمسة طولة دي هي هذه
هادي هادي هي 5 طو كتبقى دائما 36 صافي الشرف. مدة الشحن ما كتعلقش بالأو ما كتعلقش بالأو بأغ وبالسي. أنا سيدي شحال كانت عندنا السي 220 ياك ندوبليوها نديرو 440 بور فوار باغ إكزومبل ياك غتكون عندنا 440 هادي 14.70 المهم حنا غادي نشوفوا شحال تعطينا ياك نورمال مش خاصها تعطينا شحال ني دوبليتها شحال غتعطيني تعطينا الضعف غتعطينا الضعف ديال القبيله تعطينا الضعف دونك اون فاغو فير ها هو سيدي علاش دوبلينا حنا غير باش نشوفوا ها هي هي كترسم شوفوا مزيان هي كترسم سي كبيره ياك سي كبيره وجات لتحت الوغ الطو ديالها كانت عندنا تقريبا 70 هادي هادي الطو ديالها هي هنا في هاد لازون ها هي اللي هي الضعف ديال الاخرى صافي اللي هي ولادي الضعف ديال الاخرى. اذا هنا قلنا كل ما كبرنا اخ ولا سي طو كتكبر يعني دلتا تي كتكبر ودلتا تي بالنسبه لنا قلت المهم في النظريه خصني نكتبها نكتبها على انها كتساوي 5 طو باش نعقلوا مزيان. دابا بالنسبه لنا التجربه هذه المده ديال الشحن اللي هي تقريبا كتساوي 5 طو او ان اصح بالنسبه لنا هنا بالنسبه لنا غادي نقولوا على ان مثلا ثابته الزمن طو اللي تناهي القطب هي ار سي ومده الشحن هي دلتا تي دلتا تي كتساوي 5 طو نديرها حتى انا ماشي مشكل يعني بالنسبه لنا كتبوها غير تما في الاسفل ولادي عندنا ثابته الزمن ثابته الزمن لثنائي القطب ار سي ثابته الزمن لثنائي القطب ار سي هي طو كتساوي ار في سي. عندنا سيدي مده الشحن دلتا تي كتساوي هذه 5 طو مده الشحن دلتا تي كتساوي 5 طو. هذو الملاحظات الاولين نجيو غادي نشوفوا ك في الموضع رقم 2 ك في الموضع رقم 2 نديروا بعدا بهذا عاد ونمشيو الاخر اجيو هنا عاوتاني يلا هنا كنا في 200 هذه ديال 200 ديال قبيله هذا نخليه يتشحن كومبليتمون بحال هكذا هنا كانت سوبيريور هذه سوبيريور غادي نرجعها انفيريور يعني بدي يسجل ملي تحت تحت من 6 فولت ولا مثلا هنا انفيريور وهنا نعطيو واحد القيمه اللي غادي تكون عندنا مثلا اون فماركي نديرو 6 بور لو مومون ونشوفو حيت حنا خدامين حنا بستة ديجا ولا نكتب 5.8 اي انسو دو سويت اوكي 500 اكسيتيرا جرافيك ياك غادي تجبدو هنا وديرو هنا ملي نقول لك ديبار اسم بلاتي يلاه سيدي واحد جوج ثلاثة معليش راه مزيان
واخا معليش حنا ما شديناش من الديبار الاول، ولكن ها هو غادي. هنا شنو كاين؟ كيبقى يهبط صافي حتى يوصل لزيرو. ها هو سيدي هنا باين على انه كيرجع للصفر. شحال شحال الطو ديال هادي عندي هنايا؟ 2000 2000 في 4700. يلا يلا 2000 في 4700. يلا 4700 ها 9.4 في الخمسة شحال تعطيك؟ يلا في الخمسة في الخمسة شحال تعطيك؟ ها شحال تعطينا ولدي؟ 47 ها هي تقريبا. هنا فين كيرجع للصفر ياك؟ هذا اريتي ها هو. هنا فين كيرجع للصفر ولادي؟ هاي هنا فين كيوصل تقريبا للصفر اللي هي شحال قلنا؟ خمسة طو يعني كاين المدة ديال الشحن والمدة ديال التفريغ بحال بحال. خمسة طو مدة الشحن ومدة التفريغ خمسة طو دائما. هاي تقريبا هنا خمسة طو القيمة ديالها ديالنا. إلا غيرت هنا الآغ نصغر الآغ برضو اللي تشحن مزيان خصو الوقت يتشحن تكمل الاخر غير فاش نكلبوه. هنا غير كنشحنوه عاوتاني خصنا دائما نشحنوه عاد نديروه في لا بوزيسيون اللي هي دو. واه نخلوها سيدي غادي يتشحن ومن بعد غادي اما نصغر اخ باش نشوفوا كيفاش غتجي في المنحنى ديالنا باش نشوفوا واش تجي تحت منه ولا فوق منه. هذا هو اللي غادي نرسم. ها هذه ب 200 هذه عندي هنا ب 200 غادي ناخذ غير بليتو ب 2000 2000 غناخذ ب 1000 ندير غير ب 1000 نصغر شويه. هنا غادي ندير ار صغيره هاي بلاتي واحد جوج يلا حتى غير قلب انت بعد واحد جوج ثلاثه يلا ها هو ار صغيره تبعوا مزيان شوفوا مزيان. انا هذا هو اللي بغيت. انا بغيت هذا لان انا غادي نرسم هذا بالشكل ديالي ار صغيره. ها انتم كتلاحظوا على انه في السع كيدي شارجا صافي. هذيك دابا اللي بالخضر هي ار صغيره يعني انا كي ندير الرسم ديالي بحال قبيله بحال هادو هذاك اللي غادي يجي لتحت ار صغيره اللي غادي يجي لفوق ار كبيره. ونفس بالنسبه للسي حتى بالنسبه للسي سي لا ميم شوز. المهم غير حنا الرسم ها هو هذا فيه الساعة دي شارجا وها هو وصلنا للقيمة ديالنا. هذيك اغ الأولى قلنا فيها 2000 وهذه بالنسبة لنا فيها 1000 بالنسبة لنا. وبعد حتى هذوك لي فلكتياسيون ما بقاش يعطيهم دابا بحال الموتور ديال الديزل حماق. يلا بنتي نسجلوا بعد هذا الشيء يلا داكوغ.